ها ركزي معايا بقى يا دكتور معاكي معاكي يا لهوي. حد عنده كوفيد، حد مريض خلاص بالكورونا، دلوقتي اقدر ان انا برضو اقول له مع الكورس بتاع الشفاء يعني، او الكورس يعني بتاع الكوفيد، ان انا اخد برضو ألف مالتي فيت، ولا اوقفه بقى لغايه لما اخف، ولا الموضوع بالعكس ده هيساعد على الشفاء؟ كوفيد لا غنى عن التطعيم، لازم كلنا نبقى متطعمين بالانتي بوديز، ومهم جدا ان انا استخدم الب مالتي فيت، لان بيبقى فيه في البروتوكول فيتامين سي وفيتامين وزنك. مفيش علاج للكوفيد، لكن في ان انا اعلي مناعتي. فالكوفيد جه انا مهم ان انا اعلي مناعتي فقط، واعلي الليكوسايتس عندي اللي بتفرز من الحبل الشوكي او الغدد الليمفاويه، فما عندي ما فيش مشكله ان انا استخدمه. وحتى من قبل كوفيد ان انا اعمل وقايه، بتبقى اوريدي مناعتي عاليه اول ما الفيروس بيهاجم جسمي. بس وانس ان هو جه برده مش غلط ان لا انا لا اكون لا باخده مع الكورس بتاع العلاج يعني. لا لا اطلاقا، بناخد البروتوكول اللي وزاره الصحه المصريه قايله عليه، ونقدر ندعم بالب مالتي. طيب هل برضو هذا المكمل الغذائي ممكن يعالج فكرة هنا الشيخوخة والزهايمر والحاجات اللي احنا بنشوفها؟ وبرضو هي ملهاش علاقة بالسن، بتلاقي تلاتينات يعني منهم صراحة، والذاكرة عندي فيها مشكلة شوية. على فكرة دي حصلت، وحالتي دي مع ناس كتير جدا بعد لما أصيبوا بكوفيد. أنا جات لي شهر 6 اللي فات، من بعدها فعلا ابتديت الميموري عندي مش زي الأول يعني، ما بعد الكوفيد. دي حقيقة. طبعا الب مالتي فيت بيدعم جدا التركيز، لان هو من خصائصه تدعيم التركيز. التركيز يعني محتاجه، او عدم النسيان. انت زي ما قلتي يمكن كبار السن احنا دلوقتي كلنا عندنا خلاص عدم تركيز. احنا جيل اتدمر والله العظيم، مش عارفه نعمل ايه تاني. هيكفي علينا الب مالتي فيت ولا نروح لحاجات تانية يا جماعه؟ لا هيكفي، لان التركيز والنسيان والحاجات دي كلها محتاجين فيتامين بي كومبلكس بجميع عيلته. الب مالتي فيت الجديد اللي فيه انه ما سابش عيله من فيتامين بي مش موجوده فيه. انا عندي داخل الب مالتي فيت الثيامين والنياسين والرايبوفلافين والبانتوثينيك اسيد والبيوتين والفوليك اسيد والكوبالامين، دي عائله فيتامين بي كومبلكس كلها، اللي بتدعم لي جدا الاعصاب، بتدعم لي اعصاب الخلايا العصبيه في المخ. عندي فيتامين اي مهم جدا للتركيز، لانه بيشل الالتهابات، لانه زي ما انا قلت مضاد اكسده، فانا هظبط نسبه الكوليسترول، مش هيبقى عندي كوليسترول يقدر يضيق لي اوعيه الدمويه بتاعه المخ، فبيبقى ابتدي انسى، ابتدي ادوخ. عندي الزنك طبعا مهم كمان، وفيتامين سي مهم جدا جدا لعدم الاكسده برضو وزياده التركيز. كل الفيتامينات دي موجوده في الب مالتي فيت المرخص من هيئه سلامه الغذاء، اللي موجود في جميع صيدليات مصر في كل محافظات مصر. تاكيد حضرتك ده مهم جدا، علشان لو اي حد عنده تخوف، اي حد عنده برضو شك او حاجه، لا حضرتك اهو الموضوع يعني سليم 100%، فيش اي خطوره، ما فيش اي مشكله، الموضوع امن يعني دكتور.